أكد أعضاء مجلس الشيوخ في لقاء خاص مع التلفزيون المصري خلال جلسة العامة للمجلس أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن ترشيد الإنفاق العام يجب أن يكون بالتوازي مع زيادة الإنتاج لتحسين جودة الخدمات. ناقشنا طلب مناقشة حول استضاح سياسة الحكومة بتوجيه أوجه الصرف ومواردها المالية لتسديد الاحتياجات الأساسية. الحقيقة من المؤكد أن ما فيش دولة بتقدر تحقق سياستها الطموحة وتحقق رؤيتها في التنمية والتقدم إلا عن طريق توجيه الموارد المالية الخاصة بها التوجيه الأمثل. لابد أن يكون لدى الحكومة استراتيجية واضحة تجاه ترشيد الانفاق في وفي ذات الوقت تحسين الانفاق في الاولويات اللي تساعد في دعم المواد الرئيسيه للشكل الدولاري او المصدر الدولاري زي التصنيع والمجال الزراعي وغيره من المصادر اللي احنا بنحتاجها. بنينا البلد، بنينا جمهوريه جديده، ولسه لازال برضو عندنا برضو شويه لسه حاجات تانية برضو عايزه تتعمل. فبالتالي انا النهارده الفتره الحكومه شايفه ايه في المرحله اللي قادمه، شايفة ايه اللي ممكن نحن نعمله عشان برضو نوع من انواع التوعية للمواطن. يعني المواطن النهاردة لازم يعرف الدولة بتعمل ايه، لان هنعتبر ان الدولة دي قدوة، وبالتالي المواطن لما يشوف الدولة بتوجه الانفاق لحاجات هتفيد او هيبقى عائد على المواطن جيد، المواطن برضو من ناحية تانية هيقدر وهيقيم اداء الحكومة.